مش مستني صار. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص والذي نستضيف فيه نخبة من الكفاءات الأردنية من خيرة الخيرة من نشامة ونشميات هذا الوطن وفرسان التغيير. ضيوفنا كما عودناكم من كبار متقاعدي الدولة والقطاع الخاص، من كبار متقاعدي الخدمات الطبية ووزارة الصحة والنقابات والشركات. وضيفنا اليوم أعزائي المشاهدين ابن بلد أصيل نشمي من نشامة هذا الوطن من محافظة مادبة. بداية اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ بشارة يوسف يعقوب الصوالحة، طبعا من شركة تانيا تورز، وهذه الشركة اللي عملت لسنوات، طبعا هو عمل لمدة 39 عام في هذا المجال ولا زال يعطي. المزيد من تفاصيل عن ضيفنا الكريم والشركة بالبداية بنمسي عليك أستاذ بشارة، مساء الخير. يسعد مساكم، منورني يا سيدي. بداية وأنت غني عن التعريف وأشهر من أن تعرف، سعداء جدا تكون من ضيوفنا، ولكن من حق المشاهد يعرف المزيد من التفاصيل عن ضيفنا الكريم. نتحدث عن مسيرتك العملية في هذا المجال، متى بدأت تسلسلا وصولا إلى هذا الموقع؟ تفضل. والله يا سيدي الكريم، أنا بدأت العمل في مجال الطيران في عام 1980، وكانت بداية عملي مع الخطوط الجوية الإيطالية واللي استمرت 10 سنوات متتالية، وبعدها قررت أني أنا أستقل وأفتح مكتب إلي خاص، وبدأت العمل فيه بواحد 1990 وحتى تاريخه. طبعا بداية أول ما بدأت في عملي الخاص، أنا بدأت أعمل بالسياحة الصادرة والوافدة والتذاكر. بعدين قررت في عام 1994 انه انا اشتغل بس سياحة وافدة للأردن. والحمد لله كانت جهودي يعني قوية جدا لإبراز الأردن ومعالمه الآثارية والتاريخية للعالم الخارجي. طبعا مسيرتي كانت يعني بدناش نقول صعبة، بس كانت شوية متعبة، لأنه أنا قررت أني أنا أتفرغ إلى دراسة بعض الأسواق الأجنبية مثل إيطاليا كبداية. بعدين تخصصت في السوق الياباني والفار إيست بمجمله. وبعدين توجهت من هناك إلى بعض الدول الأخرى، وهلأ حاليا كمان اختصيت في السياحة اللي بتيجي من الدول الأوروبية الشمالية إلى العقبة دايركت. والحمد لله المسيرة كانت جيدة. طبعا الأشياء اللي عملناها كانت بدعم من الدولة، بدعم من وزارة السياحة. نعمة الأمن والأمان كانت برضو من أهم العناصر اللي ساعدتنا على أنه نوصل الأردن لجميع الدول الأوروبية والغربية والأمريكية وأمريكا الجنوبية. يعني عمالك بتحكي أنت مجمل أنه إحنا دخلنا في جميع أسواق العالم على أساس أنه نثبت لهم ما هي الأردن. والحمد لله كمان يعني الخدمة اللي إحنا بنتميز فيها كبلد خدمة رائعة جدا، وتتمثل طبعا في كل شرائح القطاع الخدمي الأردني من مطاعم، فنادق، أدلة، مكاتب سياحة، المجمل كامل. وهذا بالنسبة للجهود الشخصية اللي أنا قمت فيها. طبعا كانت كلياتها تتوج بنجاح والحمد لله، أنه إحنا متميزين في إعطاء خدمة مميزة لكل سائح يدخل البلد، وبالتالي كانت النتائج جيدة الحمد لله. مؤخرا قررت أني أدخل في معترك السياحة الصادرة من الأردن، وبداية بلشت بتاريخ 8/5 طائرات من الأردن إلى تركيا، وبالأخص إلى
أنطاليا. عمليا عمالي بحاول اني اتخصص في مناطق معينة بالعالم سياحيا مشان تقدر تعطي الشعب الأردني وتميزه بخدمة مميزة، لأنه الشعب الأردني بيستاهل انه يكون مميز وين ما يروح. طبعا في محاولات، انا من ناحيتي حاولت ايامات ما كنت انا برئيس جمعية وكلاء السياحة اني احاول انه اساعد الشعب الاردني انه يقدر يروح على مناطق بالاردن سياحيا، وللأسف يعني شعبنا الأردني يؤمن بالعلاقات الشخصية أكثر من علاقته مع مكاتب السياحة، مع العلم أنه إحنا كان عندنا استعداد أنه نقدم له سعر أفضل من الأسعار اللي عمالهم بياخدوها. وحاليا بصراحة في يعني اللي عمالي بسمعه بهذا العيد بالذات، عيد الأضحى المبارك، أنه أسعار العقبة صارت باليوم 500 و600 دينار للغرفة، وهذا الحكي أنا عمالي بعمل رحلة هلأ لأنطاليا مع تذاكر طائرة ومع جميع الأكل والمشاريب ورحلات، وهذا والمبلغ لا يتجاوز 400 دينار. فعد أنا بعتقد أنه اللي عماله بيصير بالسوق الأردني إجرام بحق الشعب الأردني أولا وآخرا. هذا بالنسبة لمسيرتي السياحية. طبعا إذا بدنا نحكي على معوقات بالسياحة، طبعا في معوقات كثيرة بصراحة. بداية القوانين اللي سنت مشان تحكم القطاع السياحي، أعتقد أنه قوانين بالية صارت ولازم واجب التغيير إلها، وبشكل سريع جدا ليتناسب مع اللي عمالنا بنشوفه احنا هلا. صارت اونلاين كل شيء تشتري والى اخره. طبعا عندنا مشاكل كثير كبيره. النقل السياحي للاسف الاردن فصلت تفصيل النقل او قانون النقل السياحي لناس معينين، بعرف شو القصد منها، بس أعتقد أنه لازم هذا الحكي يتغير. والقانون ينص أنه أنت لازم تجيب 30 باص مشان تكون شركة باصات نقل سياحي. طبعا هذا عمليا تعجيز لمكاتب السياحة، مع العلم هذا القانون ولا يوجد في أي دولة في العالم إلا بالأردن. وبالتالي هل حاليا بهذا الموسم اللي جاي وإن شاء الله أنه يتم على خير، أعتقد أنه راح يكون في عنا كتير سواح بدون باصات، والسبب اللي حكيت لكم إياه، القوانين التي سنت لأجل هذا القطاع. من ناحية أدلة، أنا بعتقد أنه الأدلة عندهم كفاءات محترمة جدا. للأسف الفترة اللي مرت علينا من 2011 لغاية 2017 كانت سنوات مرة على القطاع وعلى مكاتب السياحة. يعني بلشنا هلأ حاليا نشوف شوية زيادة في أعداد السواح، وبالتالي أعتقد أنه الأدلة رح يرجعوا أو يجددوا تراخيصهم أنصون مشان نكمل هالمسيرة مع بعض إحنا وياهم، وإن شاء الله الفنادق بتعيد تفكيرها. وأعتقد أنه في مشكلة رئيسية بيننا وبين الفنادق أنه أو البلد كامل، يعني إحنا لحد هاي اللحظة ما شفت في استراتيجية معينة تنحط بين القطاع كلياته على أساس أنه نعمل جذب سياحي متواصل وليس متقطع. احنا عادة اللي بيصير عندنا بس نشوف انه صار في طلب شوي على الاردن نرفع الاسعار بشكل غير معقول، وهذا الحكي طبعا راح يعمل عكس اللي عماله بيصير، انه لما بتيجي بتحط انت سعر غرفة 500 دينار، اعتقد انه هذا الحكي لا يجوز، وهذا هو راح يكون سبب رئيسي بانه السياحة راح تتراجع للخلف.
جميل. نعمة الأمن والأمان، هالمنظومة الجميلة، يعني أين وجد الاستقرار، وجد الاستثمار، وجدت السياحة، وجد كل شيء. مدى تأثير يعني ما يحدث بالمنطقة من سنوات مؤخرا على موضوع السياحة بالأردن؟ شوف، لا أخفيك سيدي، الوضع السياسي اللي بالمنطقة كامل، احنا جايين في منتصف هذه المشكلة، خلينا نحكيها المشكلة الشرق أوسطية اللي احنا دائما بنعاني فيها، هي حروب وإلى آخره. والحمد لله الأردن على مدى ما أذكر تاريخيا بحياتي ما شفت في مشاكل في الأردن، وهذا هو السبب الرئيسي أنه الأردن دائما وأبدا بيعتبروها أأمن بلد في مناطق الشرق أوسطية. أو أنا بالنسبة إلي شخصيا أعتقد أنه الأردن أأمن بلد تاريخيا بالنسبة إلي، مع العلم أني أنا زرت بلاد العالم كلياته، بس لا أحس بالأمن والأمان اللي بحس فيه أنا في هذا البلد. وبالتالي هاي هي النعمة اللي إحنا عنا إياها ولازم نحافظ عليها إحنا كأشخاص كشعب، على أساس إنه نضلنا مستمرين في هاي المسيرة السياحية اللي عمالنا نطلع إحنا نزيدها، وتكون إن شاء الله ركيزة رئيسية لنمو الاقتصاد الأردني. نعم، نتحدث يعني عن الرحلات اللي بتقوم بها أنت لتركيا تحديدا، كم المدة وكيف الإقبال؟ بصراحة في عندي البرامج هي عبارة عن 4 ليالي 5 أيام، عندي برامج 6 ليالي 7 أيام، وعندي برامج 7 ليالي 8 أيام. هاي هي الرحلات اللي بنسويها. طبعا عندنا طائرة اللي احنا وكلائها اللي هي شركة تيل ويند، حاليا راح نضلنا مستمرين لشهر 10 ان شاء الله، على حسب الموافقة اللي اجتنا من سلطة الطيران المدني لحد 27 10، وان شاء الله انه نستطيع انه نجددها ونستمر في هاي الرحلات ان شاء الله. احنا بنتمنى لكم التوفيق، يعني مزيد من العطاء والنجاحات. لا ادري اذا كان في مقابلة سابقة مع جلالة الملك، ولكن لو قدر لك الان انت وكرجل اعمال ناجح ونشم من نشام هذا الوطن، لو التقينا بجلالة الملك عبد الله وفي مجال للحوار لدقائق، شو ممكن تتحدث مع جلالة الملك؟ أولا أنا بشكر سيدنا على كل الأشياء اللي عماله بعملها لهاي البلد. طبعا إحنا لازم كمان نكون مساعد أيمن وأيسر إله، لأنه المجهود اللي عماله بيسويه بلف العالم، يعني احنا بالنسبة لنا هذه جهود طبعا مضنية وكبيرة جدا بالنسبة لسيدنا. طبعا انا لو انه كنت انا شخصيا معه، انا بطلب منه اعادة النظر في قوانين السياحة على اساس انه تواكب ما يحصل في العالم من تجديدات و يعني الأشياء اللي عمالها بتصير إنه إلكترونياً، واللي عمالنا بنشوفه حالياً كيف إنه أنت عمالك بتتصل في العالم كلياته بثواني وما في صار عندك أي مشاكل. لهذا السبب أنا بتمنى على سيدنا إنه يحاول يساعد قطاع السياحة إنه يغير قوانين هذا القطاع لتتواكب مع العصر اللي عمالنا منعيشه. بالتأكيد يعني أستاذ بشارة، هي المسؤولية مشتركة، وجلالة الملك دائما يسعى لدعم الأردن اقتصاديا وسياسيا من كل الاتجاهات. ونستذكر مقولة المشهورة منكم، أستمد العطاء، وأيضا مقولته ارفع راسك أنت أردني. بالتأكيد أعزائي المشاهدين، هامات الأردنيين
دائما مرفوعة عالية بهمة النشامة. أمثالك أستاذ بشارة يوسف يعقوب الصوالحة من شركة تانية تورز. إحنا بنحييك على حسن الاستقبال والمشاركة ببرنامج دعم البرنامج. نختم أعزائي المشاهدين في هذه اللقطات نستعرض مجموعة من التكريمات والدروع وهذه اللقطات من داخل شركة تانية تورز. الأستاذ بشارة الصوالحة شكرا جزيلا يا سيدي على مشاركة ببرنامج. وأنا بشكركم كل الاحترام.